السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. رمضان مبارك كريم لكل متابعي قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري الأعزاء أينما كنتم في هذا العالم. كنتمنى لكم عواشر مبروكة ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم وعلينا بالفرحة والسعادة والصحة إن شاء الله يا ربي. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بالنسبة للتلاميذ والتلميذات، كنتمنى التوفيق والسداد للأساتذة والأستاذات المتابعين للقناة، وأتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كي يصلكم كل جديد القناة. وبالموازاة مع الفروض والدروس والامتحانات الإشهادية التي أقدمها في القناة، قررت إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل أنني ندير بعض الفيديوهات خاصة بالقرآن الكريم، يعني أنني نقرأ بالصوت ديالي تجويد القرآن إن شاء الله ببساطة. كل يوم طيلة شهر رمضان غادي يكون فيديو غادي نقرأ معكم ثمن من كل حزب حتى نكملوا إن شاء الله 60 حزبا من القرآن الكريم. كنتمنى أنكم تساندوني في هذه الفكرة اللي بغيت نطبقها، منها أنني نشارك معكم القراءة ديالي اللي كنتمنى أنها تستحسن المسامع ديالكم، وحتى أنتم قرأوا القرآن الكريم طيلة هذا الشهر الفضيل باش إن شاء الله نجمع أكبر عدد من الحسنات إن شاء الله في هذا الشهر الكريم، ويرفع عنا الله سبحانه وتعالى البلاء والوباء. اللي صحيح الله يخلي له صحته، واللي مريض الله يشافيه. كنتمنى أنكم تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كندير، وتوصلوا بأي جديد ديال قناتكم قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، اللي الغرض ديالي دائما منها أنني نوصل المعرفة لكل تلميذ وتلميذة مغربي ومغربية، عربي وعربية، مسلم ومسلمة في هذا العالم. مرحبا بكم وشكرا لكم، أتمنى أن تدعموا القناة. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترقبوني كل يوم إن شاء الله بفيديو خاص بقراءة القرآن الكريم.